في 7 رحمة الله عليهم توفوا من أسرة واحدة. آه والله. طبعًا إحنا هنا بنتكلم على حادثة متعلقة بتسريب غاز السخان. ودي مشكلة يا جماعة، إحنا عندنا مشكلة، إحنا بقى مش عارف هل إحنا أحيانًا نهمل أو مش واخدين بالنا أو 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 أو. أنا اللي يهمني جدًا إن إحنا نبقى واخدين بالنا. خلونا ناخد أستاذ أشرف نصرت وهو أحد الناجين برفقة أسرته. أهلا بيك يا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. يا أخي الحمد لله على سلامتك وربنا يديلك الصحة وطولة العمر. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب يا أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. بالصحة والسلامة يا رب وكلنا طيبين يا رب. خير ومصر كلها بخير وشعبها العظيم ورئيسها العظيم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. احكي لي إيه اللي حصل معاك يا أستاذ أشرف كده وربنا سبحانه وتعالى كتب لكم النجاة والحمد لله. والله حضرتك يا أستاذ يوسف أنا قعدت زوجتي حوالي 5 أيام متواصلة يوميا يحصل لها شبه اغماء. واحنا مش عارفين السبب، يعني رحت اكشفت لها عند الناس قالت لي ده اذن وسطى، الناس قالت لي ده ممكن يكون الضغط بيوطى، يعني كشفت لها عند كذا دكتور وما فيش اي سبب ولا اي حاجه خالص. وعندنا صداع مستمر كده متواصل، يعني حاجات صعبه كده بتحصل للاسره كلها. فجيت في يوم انا في الشغل لقيت ابني الصغير في ثالثه ابتدائيات بيرن عليا الحقني يا بابا. خير. فانا جريت، يعني خدت العربيه وجريت بسرعه، يعني مش عارف انا مشيت ازاي. حوالي 3 4 دقايق كده من مكان العمل لحد البيت لحد ما وصلت برن جرس الباب محدش بيرد، دخلت لقيت ابني نام على الكرسي الانتريه وبنتي بتزعق جوه ومراتي في حاله اغماء تام. خالهم على طول ورايا مفيش 3 دقايق اتصلت بالاسعاف. طبعا انا في حاله انهيار تام طبعا، ومش عارف اتملك نفسي، مش عارف اعمل ايه، بعيط من غير دموع وبناجي ربنا اسرتي ضاعت مني وانا واقف مش عارف اعمل ايه. ما انا مش عارف فعلا. كان في استجابه سريعه لاسعاف المنيا في اقل من 10 دقائق، كانت عربيه الاسعاف موجوده ركبت زوجتي وخدت ابني وركبت معاهم، وخال ولادي خد بنتي في العربيه ونزلنا المستشفى التامين الصحي في المنيا. فعلا برضه اهتمام غير عادي الحمد لله رب العالمين، يعني منظومه رائعه في مصر بتتم. فعملوا مسافات اوليه قعدت حوالي 5 6 ساعات احنا مش عارفين السبب ايه، يعني حاجات كلنا بنخمن ده ضغط وطي ده مش عارف ايه ده عايزين محلل. طيب والعيال الصغيره دي ايه اللي حصل؟ ممكن يكون خايفين على والدتهم، حاجه نفسيه، امور كده برضه صعبه يا استاذ يوسف. فعملوا اسعافات وروحت تاني يوم مفيش اي مشاكل. تاني يوم جمعه رحت صليت ورجعت لقيتهم برضه نفس الحكايه، وانا صدحت كده صداع جامد. فقلت لهم لا انا كده دي في حاجه غريبه، انا هجيب الاسعاف تاني وتوديك ونرجع نروح المستشفى تاني. فمراتي قالت لا 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 طلعنا بره البيت، انا في حاجه غريبه كده طلعنا بره البيت. فخدتهم بالعربيه ورحت عند بيت والدي ووالدتي واحنا في السكه لقيتهم كده شويه شويه بيفوقوا، يعني بيرجع طبيعتهم تاني. بنطلع بره البيت نبدا نفوق. تطلع بره البيت تلاقي طب ايه ده في حاجه غريبه، يعني طبعا. دماغي بتود وجيب مش عارف اعمل ايه. فمراتي بتقول انا مش عارف انا غريب، انا يعني بمجرد ان انا بطلع من المطبخ، يعني شوف الكلمه حضرتك المفتاح. مجرد بطلع من المطبخ بعد ما اغسل المواعين والحاجات احس باللي بيحصل لي ده. وبنتي دخلت نعمل كيكه كده صغيره مع بعض حصل اللي حصل. ايه ده مطبخ واطباق وسخان، في حاجه غريبه. فابتديت قلت لها طيب اقول لك على حاجه، انا هتصل بشركه الغاز ممكن يكون في طب بتشم ريحه غاز او حاجه؟ قالت لا ما بشمش حاجه بس بشم زي ريحه حاجه محروقه كده. فاتصلت بشركه الغاز فعلا ما فيش 10 دقائق احنا 10 دقائق وكل عندك. قاسوا الوصلات وكل حاجه ما فيش اي حاجه خالص عندي. فالفني بيقول لي على فكره انت عندك هنا في غاز او اكسيد كربون في البيت. قلت له ازاي يعني؟ قال لي الشقه مقفوله. طبعا انت عارف عندنا الصعيد هنا حضرتك الجو برد قوي اليومين دول. طبعا طبعا ربنا يكون في العون. مقفلين بقى ومقفزين الدنيا صح. فالعمليه صعبه. الشقه مقفوله. قلت له تصور ممكن يكون حاجه زي كده. افتح افتح بسرعه. فتحت الشقه كلها ورحت قلت لمراتي قلت لها على فكره ده الموضوع 1 2 3 والراجل قاس كده بحاجه فعلا انت عندك اول اكسيد كربون في البيت. ف نفسيا هدينا عشان فهمنا بقى
فهمنا بقى الموضوع ايه. يعني احنا عندنا فعلا قاتل صامت في البيت عايش معانا واحنا مش دريانين، حاجه بتقتلنا واحنا مش حاسين بيها. طب التسريب ده كان ايه يعني؟ هل في مثلا حاجه في السخان مش مظبوطه؟ هو احنا عندنا السخان الغاز في المطبخ. ليه هواية؟ بس طبعا هواية صغيرة والشقة مقفلة والشقة صغيرة، فطبعا مع قفلة الشقة فعلى طول الغاز بيتراكم في البيت، وهي دمها تشبع بالغاز ده. يعني دمها تشبع بالغاز مع التحاليل والحاجات بعد كده، حصل عندها ان نسبة اول اكسيد الكربون بقت اكتر من نسبة الاكسجين. طبعا فمجرد ما بتشمه كده شمة سريعة بيحصل لها اللي بيحصل. ايوه ده ناقوس خطر، يعني ده ناقوس خطر. الحمد لله على سلامتكو، وخد بالك حبيبك. والنبي خد بالك دايما، وكل الناس تاخد بالها. الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامة الأسرة الكريمة. ربنا يا رب يكتب لكم دايما الخير والنجاة من كل الشرور. أنا بشكرك جدا جدا، بس تاني خد بالك، خد بالك، وكلنا ناخد بالنا كلنا.